لربما يراها البعض كبيرة تجاه وضع مأساوي يعيشه الفرد العراقي، فهو بأمس الحاجة للأموال لتسيير حياته اليومية. حسن كاسب كادح من أجل لقمة العيش يعثر على مبلغ تجاوز 40 مليون دينار ومبلغ آخر ليسلمها لمن فقدها. أستاذ جاي أمشي بالشارع بالليل ولقيت جوز داون بفلوس، فتحت ابي مستمسكات دورت، صار لي يوم انا ادور ماكو فائده، ما خليت مكان ما دورت به. اخر شيء جيت نقابه معلمين ولقوا لي الشخص في الحدود بال 45 مليون، وهم انتظرت راعيهن واجا اخذ نستلم من راعيهن كامله. فخطيه هم ابني هم احنا دورنا للكل، ندور على بالحي حتى نلقى اسمها، قلنا هاي الامانه لازم ترجع، يعني ما تبات للصبح. من فضل الله لقيناها احنا المرايه مات، جابها ابني وجا. بعد أن استلمت المبلغ الذي فقد منها، التربوية التي أشادت بمبادئ الشاب حسن وتربيته لتحفظه على المال الذي وجده، والبحث المضني لمدة يومين متتاليين، والإدارة المحلية لكربلاء لم تكتفي بالشكر، فقد استضافت عائلة حسن تثمينا لأمانتهم الكبيرة. يعني أقول الحمد لله والشكر أنه عندنا هيجي يعني شباب وهيجي طاقات بمجتمعنا، النزاهة موجودة الحمد لله والشكر لله. الحسين وطريق الحسين والحمد لله والشكر وخدام الحسين موجودين، لذلك أقول الحمد لله والشكر أنه الدنيا بعد بخير، والولد حسب ما سمعت هسه همينة أنه لاقي قبل فترة 47 مليون ومرجعه، وهذا مبلغ إذا احنا نريد نشوف على الوضع الأمني مالتنا والوضع الاقتصادي مالتنا اللي احنا عايشين به والشباب وبدون عمل وبصراحة الوضع كله تعبان بالعراق، يعني أقول إذا بغير مكان مستحيل يرجع هذه الفلوس، لكنه الأمانة الحمد لله والشكر موجودة. مو جديدة على أهل كربلاء ولا جديدة على الناس الحسينيين، الحمد لله يعني أفرحنا الأمر كثير جدا اليوم يمنى الأخت صاحبة المبلغ والأخوة اللي سلموا المبلغ، نشكرهم بشكل كبير جدا، رفعوا رؤوسنا عالي أنه هذه الأمانة مكان ما الآن أكو جرائم، واحد يسطع على البيت ويسرق، واكو شخص بالطرف المقابل انه يلقي المبلغ ويروح يبحث عن صاحب المبلغ لمدة يومين حتى يرجع المبلغ. هذه الامانة، وباركنا للاخ انه بتربيته لابنه ظهرت امام عينه وشاف ثمرة جهوده في هذه التربية، كان نعم الابن البار. النفس المحترمة والتربية الصالحة تأبى على من يتحلى بها اذية الغير، فالعراقيون هم عنوان الامانة والاحترام. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.